كان مرة في جماعة ست عجوزة راحت تقبض بالفيزا بتاعتها من مكنة ATM، فشافت شاب كده قالت له معلش يا ابني خد اقبض لي علشان انا مش بعرف اقبض. قال لها بس كده يا حاجة، عينيا ليكي هقبض لك واعمل لك اللي انت عايزاه. وطبعا فرح جدا كده وهي لحظة. فهو خد الفيزا بتاعتها وضربها في المكنة وخد الرقم السري وكتبه على ورقة واداهولها وقال لها 5 دقايق والفلوس هتطلع. فضل مستني 5 دقايق، طبعا صاحبه استناه بالمكنة كده علشان طبعا يجري بسرعة أول ما الفلوس تطلع. الفلوس طلعت يا جماعة وهو خدها وطلع جري بقى بيها. الناس فضلت تجري وراه مش لحقته. هي فضلت تعيط كتير وقالت أنا هعمل ايه دلوقتي، هدفع منين الإيجار وهاكل واشرب منين. سمعها شاب كده قال لها بس كده يا حاجة مش تزعلي، ما تزعليش نفسك على 2000 جنيه، إن شاء الله أنا هديك فلوس في جهالي فلوس لله، كنت هطلعها لله بس أنت أولى بيها. قالت له ماشي يا ابني ربنا يخليك. اداها 5000 جنيه يا جماعه. قالت له بس ده كتير جدا عليا، اكتر من معاش. قال لها لا يا حاجه ما يقدرش عليك حاجه وانت ابدا بيهم. فده يا جماعه حاجه لازم تخليك تاخد بالك، اي حد بيروح يقبض بالفيزا ما تخليش حد غريب يروح يقبض لك. خلي اختك، خلي ابنك، خلي بنتك، اي حد غير حد غريب. طبعا الدنيا ما فيهاش امان اليومين دول. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واستنونا ان شاء الله فيديوهات كتيره جدا. وكمان يا جماعه اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها. يلا باي باي.